السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ جبت لكم بين نشارك معكم معلومات ديالي اللي تنديرها انا الحمد لله وتتحقق ليا باذن الله، وتنقول لكم ونعاود الا ما كانت النيه راه ما كاين حتى شي حاجه. هو الاستغفار، السر هو الاستغفار. الاستغفار تنكون النبيه معليا قاعده تتنوض اش ندير، تنبخر المكان اللي انا فيه بيتي ما تيقاطعني حتى حد، تنهز التسبيح ديالي او الحبات التمر او حجيرات وتنخرج الاستغفار بالفرد علاش ما قديتي. ولكن تكون نية، الى ما كانت نية تنقولها ونعاودها، الى ما كانت نية خالصة انه ربي غيستجب لك فراه ما كاين والو، لا داعي انك تسمعي هذا الفيديو ولا تكملي ولا شي حاجه. اي غرض من اغراض الدنيا، اي غرض باذن الله سيتحقق. اي غرض من اغراض الدنيا، انا وليت صاحبه املاك الحمد لله، وهذا من فضل ربي بالاستغفار. كنقولها ونعاودها لكم بالاستغفار قد تم درتي ايه. المهم يكون بالفرد، يكون فرد 1115000. انا شنو تندير؟ تندير 14445 مره. تنحط كتاب وتنبدا كل وقت ما درت 100 تندير شرطه حتى تنكملو على النيه اللي درت فيها. اللي درت فيها انا طرا ليا مشكل بنتي في المدرسه ودرت دعاء اخر عادي نجربو حتى هو معكم ان شاء الله. اي غرض من اغراض الدنيا، او سبحان الله العلي العظيم، ربي فرجها من حيث لا ادري. والاستغفار رجعني صاحبه املاك والحمد لله. والنيه ابلغ من العمل، النيه ثم النيه ثم النيه، ان قدره الايمان ديالك بالله ان ربي غادي يحقق لك داكشي اللي طلبتيه نتيا، داكشي اللي طلبتيه، داكشي اللي طلبناه ولا اللي طلبتوه غادي يحققو ربي ان شاء الله. وما تملوش كما تنملش حتى انا الحمد لله. وتنعاود الاستغفار وتنعاودو حتى تي ربي تيحقق لي حلمي. وكاين اللي اول مره، كاين المره الاولى اللي تديريها وتتحقق ليها فيها الحلم، هذا تتحقق لك فيها الغرض باذن الله سبحانه وتعالى. وجربوها وغادي تردوا عليا الخبر ان شاء الله باذن الله. وتنتمنى هذا الفيديو انه يعجبكم وتديروه. حنا تقريبا شنو كاع تايديروا العيالات في الكوزينه ولا البنات ولا سميتو، نديروا ساعه ساعه كاع نحيدوها من يومنا، نديروا ساعه ونقعدوا ما يديرونجينا حتى حد، ونقعدوا شدوا تسبيحنا ونبداو تنستغفروا الله على نيه باش ما بيتي الزواج او الاولاد او العمل او السفر او الاملاك، اي حاجه اي حاجه غادي يحققها لك الله باذن الله. ونتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.